استقبل محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور نائب وزير الهجرة الكندي وسفير الكندي، حيث تفقد مركز الخدمة اللوجستية بمدينة العريش. أشاد السفير بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل إنفاذ المساعدات لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لكوارث إنسانية جراء العدوان الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، لا زالت تغطيتنا مستمرة معكم عبر شاشة القناة الأولى، ونتواجد معكم الآن من داخل مركز الخدمات اللوجستية الموجود بمدينة العريش المصرية. بالفعل كانت هناك اليوم زيارة لنائب وزير الهجرة الكندية برفقة السفير الكندي في مصر، ويرافقهم محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور. خلال هذه الزيارة تم تفقد العديد من الأقسام الموجودة داخل المركز، سواء كانت هذه الأقسام ل الأغذية وأيضا المستلزمات الخاصة الطبية التي تذهب إلى الشعب الفلسطيني الشقيق. السفير الكندي في مصر يعني أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به مصر من خلال استقبال هذه المساعدات وإرسالها إلى الشعب الفلسطيني، وانتقد طبعا بالتأكيد يعني التعسفات الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية التي تمنع يعني وصول هذه المساعدات بشكل مستمر. محافظ شمال سيناء دكتور اللواء دكتور خالد مجاور أكد على الدور الكبير الذي تقوم به مصر من خلال استقبال هذه المساعدات وتخزينها بشكل سليم حتى يتسنى لها الدخول من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ثم إلى الأشقاء في دولة فلسطين. على مستوى المساعدات والشاحنات التي عبرت اليوم من معبر رفح واتجهت إلى كرم أبو سالم، نتحدث عن 4 شاحنات جميعها من الغاز الطبيعي. بالفعل عبرت معبر رفح واتجهت إلى كرم أبو سالم، اثنتان من هذه الشاحنات بالفعل فرغت حمولتها وعادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من خلال متابعتنا لجميع التطورات بشأن القضية الفلسطينية، وأعود إليكم مرة أخرى. شكرا لك جزيل الشكر محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصرية.